بموازاة حرب التسريبات التي باتت تحفل بها أروقة السياسة والتي تشير لأنه ما من حل قريب، تجري حرب حقيقية على الأرض لم تتوقف يوما رغم الغموض الذي يلف كلا المسارين. في نهم، الجبهة الأهم على التخوم الشرقية للعاصمة صنعاء، عادت المواجهات لتصبح أشد اشتعالا خلال الأيام الماضية بالتزامن مع انسداد الأفق السياسي عقب هدنة لم تحقق شيئا، ولا يبدو أنها فتحت ثغرة على جدار الحل كما كان يأمل المبعوث الأممي ومن خلفه المجتمع الدولي، نظرا لاستمرار تعنت الميليشيا وسعيها الدائب لإفشال كل الجهود. شنت الميليشيا هجوما عنيفا على مواقع الجيش والمقاومة، إلا أنه ما تمكن من كسر الهجوم وتنفيذ هجوم معاكس بمساندة طيران التحالف، واستعاد عددا من المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيا، بينها جبل النفاحة وجبل جرف اليلع وعدد من التباب. على كامل هذه المساحة الجغرافية تدور مواجهات عنيفة تقول فصولها أنها ستطول لكنها لن تتوقف. فيما هؤلاء الجنود لم ينسوا بعد اسم عملياتهم العسكرية، على الرغم من مرور أشهر على بدئها ودخولها في متوالية طويلة من التقدم والجمود تبعا لأحوال الطقس السياسي. بعد عامين من الحرب لا يبدو أن المسار السياسي سيقدم لهؤلاء ما يجعلهم يتوقفون عن حربهم، وقد أصبحوا على مشارف عاصمتهم التي أخرجوا منها لحظة دخول الميليشيا، طالما بقيت جهود المبعوث الأممي منحصرة في كيفية التحايل على شرط إسقاط الانقلاب أولا ولجوئه للبحث خارج المسار عن حل ليراه هؤلاء سوى عبث وترحيل للأزمة إلى فصل آخر.